خليني اقول لكم خبر حصري لنا احنا. نادي كبير في الدوري المصري الممتاز طلب 3 لاعبين من نادي اسوان في الانتقالات الشتويه في يناير. في يناير، مش عايز اقول مصدرنا لان هو طبعا مصدر مهم جدا 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 جوه نادي اسوان، لكن مفترض ان احنا ما نقولش هذا المصدر يعني. انما هقول لكم 3 اسماء اللي اتطلبت من نادي اسوان، وهذا الطلب من نادي كبير في الدوري الممتاز. طلبوا احمد بالحاج، واحمد بالحاج ده جزائري اللي قدامنا ده مغربي اساسا، وده جه ببلاش. جه بايه؟ ببلاش. هذا اللاعب احمد بالحاج. واللاعب الثاني لاعب الارتكاز وسط الملعب رافائيل ياجوا، وده نيجيري. وده ايه؟ نيجيري. وايضا رافائيل ياجوا تعاقد مجانا. ما ايه؟ مجانا. انا بدوس بس على الكلام ده ليه؟ عشان عايز اعلق، عايز اعلق. يبقى اذا احمد بالحاج مجانا، يعني راح نادي اسوان مجانا واخد عقده بس، ورافائيل ياجوا النيجيري ايضا مجانا. واللاعب التالي هو ديلسون كامونيه. وديلسون كامونيه احتراما للمصدر مش هقول لكم الدفع كام، لكن الفتات